بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. عندما تحاول أن تدفع فرداً أو مجموعة للقيام بعمل معين، توجد أمامك ثلاث طرق. الطريقة الأولى طريقة القوة، أن تستخدم منطقة السيف والثوب وتحاول أن ترغم الطرف على القيام بالعمل الذي تبغيه. هنالك قاعدة يذكرها الحكماء ويبرهنون على هذه القاعدة. هذه القاعدة تقول بأن القسر لا يدوم. القسر يعني الضغط. الضغط له مدى معين، مدة معينة. ما دامت هذه القوة الضاغطة موجودة يكون الشيء، لكن بمجرد أن ترتفع تلك القوة الضاغطة يعود كل شيء إلى طبيعته الأولية. أنتوا تلاحظون هذه البالونات، هذه البالونات طبيعتها الارتفاع إلى الأعلى، ولكن لو جاء شخص ووضع يده فوق هذا البالون، ما دامت هذه القوة الضاغطة موجودة البالون يتوقف في مكانه. بمجرد أن ترتفع هذه القوة الضاغطة البالون يرتفع إلى الأعلى. تأخذون كرة وترمونها إلى فوق. الذهاب إلى الفوق خلاف طبيعتها، لأن طبيعة الشيء الانجذاب إلى المركز. ما دامت هذه القوة الضاغطة التي ولدتها عضلاتكم خلف هذه الكرة ترتفع إلى الأعلى، بمجرد أن تنتهي هذه القوة تبدأ الكرة سيرها النزولي. هذه الطريقة الأولى وهي طريقة القوة. الطريقة الثانية طريقة الدوافع الوسيطية. معنى الدوافع الوسيطية أن تولد هنالك انشداد نحو الشيء. ماكو هنالك قوة، ماكو هنالك ضغط، انشداد، ولكن هذا الانشداد انشداد عرضي. يعني الشخص اللي تحاول أن تدفعه له شيء معين يشده، تجعل هذا العمل وسيلة للوصول إلى ذلك الشيء.
فتولد في نفس هذا الشخص دافع، ولكن هذا الدافع دافع وسيطي مو دافع ذاتي. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الدوافع الذاتية. الدوافع الذاتية معناه أن تخلق قناعة ذهنية بذات الشيء، أن تخلق انشداد نفسي لنفس الشيء. طبعا هذه الطريقة الثالثة أفضل من الطريقة الثانية. لماذا؟ السبب واضح، لأنه إذا كانت الدوافع دوافع وسيطية، ما دام ذلك الإغراء قائما الفرد يندفع، ولكن عندما يتوقف ذلك الإغراء يتوقف الفرد طبيعيا. أما عندما تنصب القناعة على ذات الشيء، الانشداد النفسي يكون مرتبط بذات الشيء، فما دمت موجودا سوف تنبعث نحو ذلك الشيء، لأنك آمنت بذلك الشيء، لأنك اقتنعت بذلك الشيء. والإنسان عادة مع قناعاته. لنأتي بنموذجين. نموذج من المجتمع الصغير ونموذج من المجتمع الكبير. في المجتمع الصغير العائلة التي تعيش فيها، أنت رب عائلة، أنت الأخ الأكبر في العائلة. عندما تحاول أن تدفع أفراد العائلة، مرة تستخدم طريقة القوة، لكن هذه الطريقة بالإضافة إلى مضاعفاتها النفسية الخطيرة على نفسية الطفل، على نفسية من يعيش في العائلة، بالإضافة إلى ذلك هذا موقف، في أي يوم هذه القوة ارتفعت يتوقف كل شيء. الطريقة الثانية دوافع وسيطية، تشجع الطفل على التعلم، على المذاكرة بجائزة معينة. هذا ما متفاعل مع هذه المواد التي يطالعها، ما عنده رغبة نفسية في هذه المواد، ولكن بريق الجائزة هو الذي يدفعه. فإذا هنا دافع، ولكن دافع وسيطي. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن تحاول أن تخلق للطفل قناعة بالشيء، دافع ذاتي، حاول تقنع الطفل، تحاول أن تعلل له كل شيء تأمره به. هذه التربية تربية سليمة، هذه التربية هي التي تخلق العائلة الصالحة والمجتمع الصالح. إن تلاحظوا في الآيات الواردة في القرآن الكريم، إذا الإخوة يقومون باستقراء أغلب أو جميع الأحكام التي وردت في القرآن الكريم، جميعها أو أغلبها معللة. علة أقول ذلك، أكو هنالك حكمة وراء هذا القانون. هذا القانون مو قانون تعبدي، هذا القانون هنالك حكمة وراءه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. فالتقوى هي العلة وراء هذا التشريع. أقم الصلاة، لماذا تقوم أول الصبح وتصلي؟ لماذا؟ أقم الصلاة لذكري. في آية ثانية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المرأة عندما تشهد
يجب أن تكون هنالك مرأتان. لماذا؟ أن تظل إحداهما فتذهب إلى تكون مؤدب، لأنه إذا شيطنت إذا أذيت الناس يخشون عليك. هذا يقتنع بهذه الظاهرة بهذه الفكرة. أما إذا حاولت أن تفرض عليه كل شيء من فوق هذا مو مستعد. الإنسان فيه حالة التحدي، الإنسان فيه غريزة المقاومة، يقاومك، يخضع لك ما دمت على رأسك على رأسه. فإذا رأى نظرك بعيدا قام بكل ما يحب. أفضل طريقة للتعامل مع المجتمع الصغير طريقة الدوافع الذاتية، أن تخلق في نفس الطفل، في نفس المرأة، في نفس الأهل دافع ذاتي نحو الشيء. هذا نموذج من المجتمع الصغير. النموذج الثاني نموذج من المجتمع الكبير. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى مجتمع موغل في الجاهلية. الفساد الأخلاقي، الانحراف الأخلاقي كانت شيء طبيعي في ذلك المجتمع. لعله حتى في المجتمعات الحديثة التي ذهبت بعيدا وتوغلت في خط الانحراف، لعل بعض الظواهر التي كانت في المجتمع الجاهلي ليست موجودة حتى الآن في تلك المجتمعات. الزعيم الذي قاوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشن الحرب عليه حتى اللحظة الأخيرة، زعيم ولكن زعيم مستهتر، يذهب إلى الفحشاء علنا دون أن يخشى لومة لائم. هل تجدون في المجتمعات حتى المجتمعات المتحللة المتفسخة هل تجدون مثل هذه الظاهرة؟ الرئيس قائد بيده المؤسسة العسكرية، المؤسسة الاقتصادية، عير قريش بيده، القافلة التجارية، هذه كل القوى كانت بيده، ولكن مستهتر إلى هذا الحد. وعندما يولد الطفل يأتي خمسة، أحدهم هذا الزعيم، كل يقول بأن هذا الطفل لي. زوجة هذا الزعيم الذي بيده جميع المؤسسات تضع علما فوق بيتها، علم، وعرفت في التاريخ بأنها كانت من ذوات الأعلام، المرأة التي كانت تشتر وتخرج عن الجادة ألف مرة كانت تضع علما على بيتها. هذا المجتمع الفساد الانحراف الأخلاقي طبيعي حتى للزعماء. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجتمع، كيف تعامل مع هذا المجتمع؟ كيف تعامل؟ تعامل بالمنطق، تعامل بالدليل. واحد عندما كان يجي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يخرج منه إلا وهو مقتنع قناعة باطنية بذلك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا المجتمع الموجود، قال له يا رسول الله إنني أحب الفحشاء. في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال هذا الكلام، الصحابة نهروه، اذكر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله كفوا عنه. هذا يعاني من مشكلة، مشكلة فكرية عنده. المشكلة الفكرية لا تعالج بالنهر وبالزجر، يجب أن تحل هذه المشكلة.
قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أذن مني اقترب، أذن مني اقترب واقترب واقترب حتى لامست ركبتاه ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له النبي صلى الله عليه وآله: ألك أم؟ قال: نعم. كما لا تحب أن يفعل ذلك بك لا تفعل بالآخرين أيضا. منطق، إقناع. الآية التي تقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم هو يعني عالم الدين، عالم الدين مصداق جلي لهذه الآية. كل من يعلم شيئا، كل واحد يعرف أبعاد شيء معين عالم، وهذا علمه يجعله يخشى الله، يجعله يتوقع. الرجل خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للصحابة: خرج دخلت ولم يكن عندي شيء أحب من ذلك، وخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وليس عندي شيء أبغض من ذلك. انقلب الرجل، لأن أعطيت قناعة، أعطيت رؤية. هذا الانحراف الذي نراه في كل مكان، ظهر الفساد في البر والبحر، في البر ترى الفساد، في البحر ترى الفساد، على البحر كما ينقل ترى الفساد العجيب. من المسؤول عن هذا الفساد؟ هذه الأجهزة التي تنقل إلى الشباب، تنقل لهم كل شيء، كل خير تعلمه لشخص فله مثل أجر من عمل به. إن علمه الناس كلهم جرى له. إذا علمت واحد كلمة، علمت شخصا سنة دينية، ما دام يقوم بهذه السنة كل الثواب يكتب له ويكتب لك مثله. رواية أذكرها بين قوسين: الأعمال التي تقوم بها الأمة الإسلامية من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة كلها تكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنه لولا رسول الله صلى الله عليه وآله هل كانت هذه الهداية وهل كانت هذه الأعمال؟ لا ينقص من أعمال العاملين شيء، ولكن يكتب مثل كلها لرسول الله صلى الله عليه وآله. عندما تهدي فتاة، عندما تهدي شاب، يكتب لك كل ما عمله هذا الشاب. يقول الراوي: قلت: فإن مات؟ قال: وإن مات حتى إذا مات هذا الرجل الذي هدى، لكن الثواب يكتب له. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: معلم الخير يستغفر له دواب الأرض وحيتان البحر، وكل صغيرة وكبيرة في أرض الله وسمائه. هذه النملة التي تجري إلى جحرها تستغفر لك، هذا الطير الذي يطير في عنان السماء يستغفر لك، تلك السمكة التي تغوص في أعماق الماء تستغفر لك، لأنك كنت معلما للخير بكلمتك، بكتابك الذي طبعته، بالمجلس الذي أقمته. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قال: وأيم الله، يعني قسما بالله، لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. أكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا لكي نكون من العاملين بالخير والمعلمين للخير.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Mm-hmm.